زملائنا في المغرب والجماهير بتتابعنا، يعني عايز اقول لك الجماهير المغربيه بتتابع قناه الاهلي بنسبه كبيره لا جدا. لا لا، الحقيقه انه الوداد تاهل عن جداره واستحقاق، الوداد الرجاء تاهل عن الرجاء جداره طبعا واستحقاق، طبعا الاهلي والزمالك نفس الامر، اربع فرق الاربع فرق بيلعبوا يستحقوا كره في الملعب تماما. بس. الزمالك دخل في مرماه هدف في اول 4 دقائق وما تهزش، وقدم مباراه تكتيكيه على مستوى عالي جدا قدام بالظبط. الترجي، والترجي تقريبا ما وصلش للجول الزمالك غير مره واحده. الرجاء كان مؤدي مباراه رائعه قدام مازيمبي في ملعب الرعب، والحقيقه والمشهد اللعيبه اللي ما دخلتش اوضه اللبس كان مشهد سخيف للكره الافريقيه، والحقيقه ما ينفعش في لجنه انضباط على فكره بسبب الاحداث دي، حتى هيتاخد فيها قرارات. الرجاء قدم مباراه رائعه، الوداد قدم مباراه رائعه، ومحسن واللعيبه ضيعوا فرص كتير قوي في اخر المباراه. الاهلي تالق وكان ممكن يكسب في مباراه سان داونز. الحقيقه الاربع فرق رغم ان هم كانوا تواني المجموعات وصلوا، والحقيقه ده بيودينا المشهد تاني، ان احنا دلوقتي مبسوطين ان احنا نلعب مباراه العوده هنا خلاص. مباراه دور الثمانيه قالت انه يا جماعه ما فيش حاجه اسمها خدوا بالكم. ايوه، الاربع فرق اللي لعبت الاول على ارضها خلصت بدري، خلصت بدري، خلصت وخلصت الماتشات كله راح، وهو عنده اسبقيه ومتفوق. فناخد بالنا قوي، الاهلي والزمالك ياخدوا بالهم قوي من فكره الاسبقيه، لا فكره تلعب بره او تلعب جوه، الموضوع ده انتهى خلاص. لازم تبقى رايح المباراه وتلعب على نتيجه ايجابيه، اللي بنقوله كل مره، وانت بتلعب بره ارضك لازم تحافظ على شباكك، وانت بتلعب جوه ارضك لازم تحافظ على شباكك. الزيرو، الزيرو بتاعك يفضل زيرو، طول ما الزيرو بتاعك هو زيرو الحقيقه انت ماشي كويس. لما تلعب بره لازم تسجل. الاهلي انهى المباراه تماما لما احرز الهدف بتاعه. لعيبه سان داونز تقريبا خرجوا من المباراه، ولولا الهدف اللي جه كده ده ما كانش، كان الاهلي كسب بفارق مستريح كمان، وكان قدر يحقق نتيجه تعوض اللي حصل السنه اللي فاتت. ولكن الخروج الصعود هو اعتقد كان رد اعتبار ورد من لعيبه الاهلي زي ما قالوا بعد المباراه، ان هو ما استنوش كتير ورجعوا ردوا اعتبارهم تاني قدام سان داونز.